اه المكان ده تلعب بوكس في الاخر، بيلعبوا فيه بوكس وبيعمل لهم زي هابتز سعاده كده. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم محمد رزق من قناه وولف جيمنج، بنكمل في سلسله سرفايفنج ذا افتر باث. دي الحلقه العاشره في السلسله الحمد لله، ومكملين لسه وعاملين شغل حلو جدا في السلسله، وبنتطور كل حلقه، بنتطور على الحلقه اللي بعدها. بصوا منظر البيوت عندنا بقى عامل ازاي. وعملنا طاقة، وعملنا الطاقة بدأت عندنا 32، وشلنا ملوثات، وعملنا مزارع، وهنعمل شغل أكتر إن شاء الله مع بعض الحلقات اللي جاية. يلا نبدأ الحلقة بتاعتنا ونشوف النهاردة ناويين على إيه. أول حاجة كده عايزين نمشي في القصة من الاتنين دول، تمام؟ تاني حاجة بقالي كذا حلقة بقول عايز أرتب المدينة عندي وأعمل الصف التاني اللي هنا بتاع البيوت، تمام؟ فيلا نبدأ كده ونعمل الحاجات اللي إحنا اتفقنا عليها. في ايه هنا؟ طيب احنا عندنا جارد هنا. يس يس في حاجات بتهجم فلازم نقتلوها عشان دي هتموت الناس عندي. بص الناس عندي بدأت تهرب ازاي. تمام اعتقد كده فاضل ايه تاني؟ فاضل هنا بس مش باينين هنا. اوكي طيب، اول حاجة عايزين نبني مية عشان مزرعة الابقار تشتغل. نفس التاور ده اللي احنا بنيناه اهو، الووتر تاور ده. فتعالى ننزل بواحد ووتر تاور اهو. اوكي هنا اهو جنب مزرعة الأبقار على طول. جميل، تعال نديله بس ايه كده. تمام اتبنى بسرعة. حلو، وهات بقى ايه، تعال الجارد ده نجيبوه عشان هنا في حاجة هنا. مفيش حاجة، مش باين يعني. اوكي هو مش باين في حاجة ولا لأ. طيب ايه الدنيا عندي في ايه؟ تمام قدرنا نقتل اللي هما الوحوش اللي هجمت دي، قدرنا نقتلها. فقال لك انت ايه؟ تمام كده اوكي. الطاقة طبعا وقفت عشان بتقف بالليل. ايوه اهي وقفت بالليل، بتقف الشمس الصبح بتشتغل. دي فاضل لها واحد، وننضف المنطقة دي بالملوثات خالص. حلو، تعال نشوف المخبأ اتبنى صحيح ولا لأ. اهو المخبأ اتبنى، المفروض ان المخبأ ده وراه القصة اهو. فتعالى بقى ندوس عليه ونشوف ايه اللي هيتم. هو اسمه بروجكت تومورو. اوكي يعني مشروع الغد. يبدأ الجهد الطويل والشاق لبناء مخبأ يوم القيامة. هناك حاجة إلى كل زوج من الأيدي على سطح السفينة. عندما يبدأ الحفر يحتاج المخبأ إلى أساسات عميقة ومتينة والكثير من مواد البناء حتى يأتي ثماره. ولا يزال بعض من الناس متشككين في المشروع، معتقدين انه مضيعة للوقت والموارد. ومع ذلك في عالم البقاء الذي لا نهاية له، هذه هي المرة الأولى التي يمكن لديهم فيها هدف مشترك يجب السعي عليه من أجله، وشيء يمنحهم الأمل. تمام، يعني ده زي مشروع كده اللي هو مشروع الأمل للحياة تاني يعني. طيب ايه تاني؟ وسرعان ما يتحول هذا المشروع يعني الى فشل مع ظهور طاقم المشروع على الناس. ويحتاج المشروع الى اكثر بكثير من مجرد مواد بناء والكثير من العمل. قد اختفت المعرفه والتكنولوجيا لبناء شيء كبير جدا ومعقد مع الاشخاص الذين نحلوا الان. والاسلام ليس خيارا وطلب المساعده يعتبر علامه على الياس والضعف في الارض القاحله. طيب شكله ايه بقى المغبى ده او قصته ايه؟ طب ده بيتعمل له ابجريد؟ لا هو بيتساب كده يعني. اوكي طيب طيب تشتغل على ايه؟ اول المزرعه خلاص اشتغلت. لسه انت فاضل لك ايه؟ خلاص هو بيتبلى كده خلاص، مفيش فاضلش حاجه. تعال جري بعد 460 بوينت ريسيرش، عايزين نريحهم دلوقتي بس عشان بس ايه نشتغل في كل حاجه مره واحده. اهو اشتغلت المزرعه كده بتاعت الابكار.
بس مش شايف افكار. تمام مفيش حاجة عندنا واقفة، كله تمام المفروض كده، حتى دوت شغال اخر قطعة اهي المفروض يشتغل يشيلها. حلو، فعندنا قد ايه؟ فعندنا 4. اوكي طيب، ده بيقول لك اللي هو محتاج مولد كهرباء اللي هو ده، والتوربيت ده يا جماعه بنيناه صح، بس ما عرفتوش التوربيت ده بيعمل ايه. ده اللي ختمنا بيه الحلقه في الابجريد خلاص، بس ما عرفتوش هو بيعمل ايه. تعال اقرا كده شوف هو بيعمل ايه. الطاقه ليلا ونهارا اكثر فعاليه وثوق الالواح الشمسيه، ولكن ده تطلب المزيد من الصيانه، يتوقف اثناء العواصف المغناطيسيه. تمام، يعني ده بيشتغل بالليل وبالنهار. طيب ده هنحطه في مكان احنا محتاجين فيه طاقة، هسيبه دلوقتي، احنا مش محتاجين طاقة في حاجة دلوقتي، هنشوف له كده هنعوزه ايه ونطلعه. طيب كده فاضل نرتب البيوت والمنظر عندنا هنا. خلاص الأبقار كده اشتغلت، اهو الراجل بتاع الأبقار، مش عارف ليه مفيش أبقار، مش فاهم ايه مزرعة أبقار ومفيش أبقار. الفوطة حدت، سوري ماشي حدت. تمام هل انا معديش مثلا؟ هو بيقول لي هو مش دلوقتي مش وقته، ماشي سيبها دلوقتي وهنفهم واحدة واحدة ايه قصتها. طيب المطبخ شغال تمام، الأكل عندنا تمام، والمية تمام، والطاقة تمام، وكل حاجة تمام. حلو، تعالى بقى نرتب المنطقة بتاعتنا دي. احنا بدأنا نعمل أول بيت أهو الناحية التانية، بس قبل ما نرتب تعالى بقى ايه نعمل أبجريد لأي حاجة. فعندنا مثلا انت عايز 500، ده لو هتنزل المستشفى. تمام، انا بفكر استنى وانزل المستشفى. وفي هنا كمان ايه تاني في الزراعه؟ وفي الاكوا فارم دي مزرعه اسماك كبيره، فايه رايكم ننزل الاكوا فارم ولا ننزل المستشفى؟ طب نصبر شوية نصبر شوية. طب قبل ما نأسس المدينة بتاعتنا تعالى بقى نطلع الناس بره، يلا نشتغل بره. كان برضه ليا صديق في القناة قال لي الحلقة اللي فاتت في الكومنت، أبو حبة خلي بالك مش كلهم بيشتغلوا في أي حاجة، يعني مش كلهم يقدروا يستكشفوا أي حاجة، ولازم يكون عندي في المكان فايتر. فا إن شاء الله يجي لنا فايتر بس واحنا هنقبله على طول يعني. طيب تعال نطلع بره كده ونشوف. طيب ده ايه حوالينا هنا؟ ما هو هنا بصوا في تبع القصة بس ما عنديش فايتر يجي يقتل ده. بصوا كذا لها القصة التانية دي ما عنديش. طيب طيب محتاجين ايه هنا اهو؟ في حد هنا طيب؟ انتي تبع تمام تعالي هنا. في عربية بره؟ مفيش عربية بره. وانت كوليكتور حلو تمام، تعال نشغله فين؟ هنا. بتقول لي كانت، كانت ليه بقى؟ هل عشان هي خارج النطاق؟ مش عارف. طيب بلاش دي، نشوف حاجة تانية. تعالي هنا. اوكي. قالت لي اوكي تمام. الشخصية دي برضو تمام. ماشي. لا لا دي تعالي هنا. اوكي. وانتي تعالي هنا. وانت تعالى هنا. ده شغال
كده كلهم تمام. فاضل ده، تعالى اتحركوا في الاتجاه التاني بقى، الاتجاه ده. تعالى استكشف لي هنا، وانت عايزك تستكشف لي. ماشي، هات لنا ايه؟ ملابس. اوكي حلو كده، كلهم اشتغلوا تمام. مفيش حد مش شغال. انت ما طلعتش ليه؟ هنا بقى في قصة هنا. طبعا القصة بتاعت اللي هي بروجكت تومورو اهو، مشروع الغد. طب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك وتبين ده اصل الدخان هو مركبة تالفة يدافع المصابون ويطلبون المساعدة لإنقاذ مجتمعهم حول حاولت المجموعة العودة إلى منازلهم بعد رحلة ده، لكن وجدوا محاصرا من قبل قوة كبيرة من قطاع الطرق. تذكر المجموعة أيضا أنه قبل مغادرته وصل بعض الأشخاص الجزء إلى مجتمعهم. الانطباع الأول هو أن هؤلاء الأشخاص ربما كانوا متسللين من قطاع الطرق، ولكنهم استمر المحادثة. يبدو أن الزوار أشخاص مألوفين جدا، ويجب أن يكون الرسالة المفقودة الذي أصبحوا الآن محاصرين في المجتمع. تمام. طيب في حاجة تانية انت هتستكشفها لي ولا خلاص كده؟ طيب في حاجات كتير هنا والله. تعالى مثلا ايه، هات لي الملابس دي. ليه؟ can't complete the order. Not going to happen. Not gonna work. مش فاضي، مش فاضي اعمل اي حاجة. sorry, can't do that. برضو؟ طب انت عايز تعمل ايه؟ مش عايز تشتغل يعني؟ can't complete the order. برضو؟ not going to happen. سيبه ده شكله علق. طيب على 500 اهو، تعالى ننزل بالسنتر بالبره عشان نشيل بقى واحنا بننظم المدينه بتاعتنا دلوقتي، نشيل بقى الحاجات الصغيره بتاعت اللي بنعالج فيها السنتر الصغير ده ونحط الكبيره دي، هتوفر معانا مكان. نعمل ريسيرش. اوكي تمام. هنبدا بقى ايه، نحرك البيوت. فعايزين نحط واحد قصاد ده كده الناحية التانية. اعتقد كده مظبوط. تمام. يقول لي محتاج عمال. بس انا مش محتاج اتنين يعني، انا دلوقتي عندي كتير. تمام، عايز حد يجي يبني لي هنا بقى. تمام كده، واحد قصاد ده وواحد قصاد ده، فاضل احط تاني، احط واحد كمان هنا وواحد كمان هنا. اوكي تعال احط تاني هنا جنبه زي ده بالظبط كده. سيب بس مساحة جنبهم كده صغيرة عشان اقدر اعمل ايه، ديكورات. طب اهو ده التاجر. مقابل 100 عملة، هيزودني 109 عملة، وهياخد مني 18 حباية دول، وهنا هياخد مني إسعافات ويديني 100 عملة، وهنا يديني دهب مقابل 450 عملة. طيب مش شايف حاجة عدلة يعني، بس مثلا اللي هو بقوا شغالين بقى عليهم كرة أرضية كده، يبقوا شغالين محدش واقف، لو عليهم علامة تعجب يبقى حد وصل لحاجة. هو ده قال لي نيجاتيف. تمام تعالى بقى نطلع لي انت الحاجات اللي هنا دي كلها، لا لو مش عايز يجي جنبها فين. هول الملابس مثلا، تعالى هنا. هو ده مستكشف. طب ما انت مستكشف، تعالى استكشف لي
استكشف ليه؟ مش عايز يشتغل. طيب احنا كده اهو بقينا 200. ده خلاص قرب يخلص البيتل شويه بس بعاصلك معايا بس تمام. والبيت ده كمان خلاص خلص على البونه بس اهو. هيبقى المنطقتين دول كده منطقه المنازل. طيب عمال ما البيتين دول يتبنوا والسنتر اللي احنا بنبنيه بتاع الاسعافات يتبنى، تعالى نحط حبه ديكورات. مش عارف ليه بيشيلوا ال لازم يعني مش عارف كل واحدة هفضل عامل كده. بس هتدي منظر حلو هتساعد ان المجتمع يبقى شكله حلو. وادي بيت كمان اتبنى اهو، وادي واحد اتبنى كمان اهو بس ده عايز ابجريد. تمام بس البيوت بقى شكلها تحفه اصلا. خلاص احنا عملنا لهم 3 ترقيات، البيوت دي اتعمل لها 3 ترقيات. حلو هيبقى المنطقه كلها منطقه بيوت يمين وشمال 6 و6. نشيل بقى المدرسه للسكول ونشيل برضو الاوت بوست ده. هنشيل كل الكلام ده ونحطه في السنتر هنا في النص كده ونعمل منظر جمالي حلو ان شاء الله. طيب فاضل قد ايه؟ خلاص على المستشفى حاجات بسيطه. طيب هنا في واحد بيتعالج فمش هقدر اشيله دلوقتي. هنا مفيش حد بيتعالج شيل. وده ده اللي بيصلح شيل برضو. شيل مش محتاجه. وده شيله خلاص. حلو يا رب يكون معاهم فايتر بس. ماشي 4 من الرجال 2 من الاطفال 2 عواجيز. اوكي حلو مش اي مشاكل والدنيا تمام. اوكي طيب حلو البيت التاني اهو بس هيتعمل له ابجريد. تمام عايزين بقى نعين هنا واحد. احنا بقى عندنا 10 دلوقتي. نطلع نعمل تجارة. اوكي نطلع نعمل حبة تجارة كده ونظبط نفسينا. طيب المكان ده ايه؟ ده المكان ده اللي هو ده اللي بيخليني ابني بره لو في حاجة اسمها مثلا منطقة ريسيرش ولا حاجة. تمام هنا بقى بيقول لي ايه؟ اوكي قال لي تمام هيشتغل اخيرا. طيب ادي بيت ودي التاني قرب. التاني خلاص بيتبنى اخد موارد. ده واقف على حاجات بسيطه خلاص. طيب الميديكال سنتر خلاص اتبنى خلصنا منه اهو. تعالى بس فين اهو حلو. عايزين بقى كده ايه نشوف له مكان حلو يتحط فيه هنا مثلا. اوكي اوكي تمام نبدي بقى اول ما نبني المستشفى دي نشوف هي بتشيل قد ايه ونبتدي نشيل بقى الحاجات اللي في النص هنا. تمام ادي بيت خلاص وادي بيت تاني خلاص وادي التالت جنبه وهنبني الرابع جنبه هنا. اوكي طيب عايزين يشيلوا الحته دي كده ما بتتشالش. طيب عايزين نحط البيت الرابع جنبه. البيت الرابع هو ما عندوش مشكله يقدر يحط البيت عادي. اوكي جميل ادي كده رابع بيت اهو. يبقى 4 هنا و4 هنا فاضل الاتنين قصادهم هنا في الحته دي يبقى احنا تمام قوي. حلو حطوا الورد وحطوا الزرع والدنيا تمام وشكل المدينه هيبقى ايه؟ هيبقى احسن. بصوا بدات تحس ان انت ايه ماشي في مدينه بالعصر الحديث شويه.
تمام. هنا ده خلص، mission complete. حلو، جاب فلوس وجاب علاج وظبط حاله. طيب معاك ايه؟ معاك تمام. في حاجة قريبة منك ولا ترجع؟ ارجع، انا عايزك ترجع. sure thing. احنا قلنا عايزين يطلع، حطيت واحد صح؟ تمام، تعالى نطلع بره ونعمل تجارة. عايزين بس اي مجتمع كده قريب. المنطقة دي برضو عايزين يستكشفوها، بس واحدة واحدة يعني. في كذا قصة اهي، بس محتاج فايتر، انا بقى لازم يكون عندي فايتر. فين المجتمعات؟ عايز اي واحد بس ادوس عليه اهو. بص دول متحاصرين ازاي، في كذا حد حواليهم كده. بص شكلهم ايه دول، عاملين ازاي اصلا؟ ده تبع بروجكت تومورو. ده الموضوع هيبقى كبير. تمام، دول عندهم أسلحة وعندهم معلبات وعندهم طوب وباعز وعربية. تمام، ايه تاني؟ ده عندهم بويت ريسيرش، حلو، وعندهم فايبر بحتاجه. تمام، ادي كده ده أول واحد. سجيت فورد ده محتاج، حلو، ده عندهم بويت ريسيرش عالي، ده عندهم أبكار. تعال خد دول. طيب الأول هناخد كل دول كده، احنا هياخد وبيدينا 735. طيب معندهمش فايبر، هناخد البقر، هناخد اتنين، قال واحدة بألف يبقى ناخد واحدة. وايه تاني؟ العربية غالية بـ900. تمام، مش وقتها يعني، هي حلوة بس مش وقتها. طيب هنديهم ايه عندنا زيادة علشان نقدر نقلل المبلغ اللي علينا ده بقى؟ نديهم مثلا ايه؟ الطوب عندي والله بقى كويس، بس انا محتاج ابني بيه. والبطاطس بلاستيك، ممكن يتاجر بده، حلو ده بيطلع اهو. بس بص الواحد بواحد ده ملوش، ده غير فلوس يعتبر ببلاش. طب الجيج عادي عالي بقى 1100. البيتيكال الغالي، طيب حلو غالي بقى عليا 600. البنزين بقى ايه عليا 100 بس. طيب اديهم علاج، اديهم علاج، اوكي كده ده هيخش لي 400، حلو قوي. تمام، اعمل كونفيرم بقى خلاص. هيتبادلوا البضائع، هياخدوا البكر والبوينت ويديهم الحاجات ديت والدنيا تمام. وهتاخد يوم و18 ساعة، مشوار بعيد شوية برضو بس ايه شغال. تمام، نسيبها بقى تمشي الدنيا. عايزين نشوف القصة دي حكايتها ايه. طب ترجع المدينة بتاعتنا، الوضع عندنا مستقر، مفيش أي مشاكل. بيقول لي في تلاتة، حط واحد تاني، حط واحد تاني دلوقتي عشان تقريبا في مصابين في المدينة، في اتنين لسه مصابين. الملابس مقصرة معانا جامد عشان ما عندناش فايبر. طيب البيوت ادي واحد اتنين تلاتة، وده خلاص ده فاضله بس البتل ويتبنى والمستشفى. ده احنا ما عندناش دول. اوكي، عايزين نتاجر مع حد يكون عنده دول، فتعال نطلع نتاجر تاني ونشوف حد عنده الفيوز ده ولا لا. حلو، دي خلصت ولقيت عربية، بس المنطقة دي عاملة ازاي؟ شكلها حلو. ماشي، دي هتطلع لنا، انا معايا 500 اصلا، حلو، معايا مبلغ حلو. طيب بما ان معانا 500، تعال نشوف حاجة مثلا نعملوها. خلاص الميديكال سنتر عملناه،
ده اللي هيعالج الصواعق. طيب المجتمعات، تعالى نشوف نزود حاجة كده تساعدنا في السعادة. عندك ده وعندك ده، ماشي نفتح دي. انا حطينا واحد تاني، تعالى نطلع نعمل تجارة تاني مع اي حد. اهو في حد جنبنا هنا، عشان انا محتاج اللي هو الفيوز ده، ممكن الاقيه عند حد. فده فاضل لي معاهم يوم، ده ما عندهمش الفيوز ولا دول. تعال ناخد ال47 فايبر دول، مفيش اصلي حد عنده فيوز، فخلاص تعال نعمل واحد هنا. هاخد منكم ال160 دول كلهم الفايبر، والفاير وود برضو هاخد مثلا كلهم. تمام، هما كده عايزين 777. طيب اديهم ايه غالي؟ عدي ايش اديهم مثلا؟ ايه مش غالي ده، ده الواحد قليل اوي، الواحد بواحد. طيب البلاستيك غالي، بقى علينا 600 بس. طيب الطويب بتاخدوه غالي، بقى علينا 300. اعتقد كده تمام، وهناخد 11 كمان كوينز. اوكي تمام حلو كده، شغالين مع كله تمام. تجارة، في حد خلص هنا اهي، جابت لي 366 بوينت. حلو. طيب معاكي حاجة في لا معهاش. طيب بصوا يا جماعة، عشان كده مش راضي يشتغل. اللي عليه ترس ابيض ده مش زي ده، ده يشتغل هنا، دول ما يشتغلوش هنا. ده اماكن استخراج، لازم احط جنبها حاجة اسمها سيتلر ويشتغل جوه جنبه هنا كده، عشان كده مش راضي يخليني اشتغل الحاجات اللي هي زي دي. لا طيب تعالي انتي هنا كده اهو. Yes. Okay. تمام فهمت. البيت ده واقف على ايه؟ واقف على 50 متل. ماشي اوكي. خلاص المستشفيات بقت تمام عندي، ومعنديش فايبر عشان كده انا مش عارف اشغل ال. طيب وده بياخد البتل، انا كده كده موقف ده، انا عايز اوقف المبنى ده. مش انا عايز البتل اللي يطلع اقدر ابني بيه البيوت. تمام، وعايز احط بقى الحاجات دي هنا كلها هنا، ونضف الحتة دي. تمام خلاص، دي خلصت اهي الحته دي، الاشعاع اللي كان هنا خلص. فهقول له بقى ايه، تعالى هنا، واحط كمان معاه واحد تاني عشان ايه، انا كده كده عندي اهو الفايت عشان يشيلوا لي المنطقه دي كمان ينضفوها. تمام طيب في حاجات اكيد هتتعمل تطلع لي الفيوزات دي. خدنا 191. اوكي عشان استكشفنا مكان، بقى معانا 500 تانيين. احنا عملنا ال لسه شغال بيعمل لي هنا اهو. تمام عايز اشوف اعمل ايه تاني يتعمل. ايه هنا فاضل يطلع لي الفيوزات؟ الفيوزات دي كويسة للتريد سنتر. طيب وهنا لا،
لا برضو كل ده بدور على اي حاجة تخص الفيوزات. اه جراش العربيات ده حلو ده، طب ده نشتغل عليه. انت عايز كل الصف ده؟ اوكي دي بعد دي هعملها ب 400 بعد ما اخلص اللي شغالة دي. اوكي حلو موضوع جراش العربيات ده، عشان العربيات اللي بتضيع مننا دي. حلو فاضل ايه؟ فاضل خلاص فاضل 30. اوكي حط على البوابة، حط واحد كمان، وهنا حط واحد قبل الدفاعات بقى، فرصة عندنا شعب. مزارع الأسماك أخبارها ايه؟ فيها اتنين شغالين اهو، المية تمام حلو. طيب بره اه في اتنين خلصوا تمام، 310 بقى 942 ريسيرش بوينت حلو. انزلي بقى من العربية وتعالي هنا. ليه؟ اوكي طيب ايه تاني يخلص؟ مين تاني يخلص ده؟ تمام كله شغال هنا. تعال استكشف الحتة دي. طب معندناش حد واقف كده، كله شغال كله شغال. اوكي المدينة بتاعتنا ده فاضل له 30. اوكي وده للأسف واقف خلاص عشان الفيزات. ايه عندنا واحد مات. طيب هات لنا بقى شغالنا ده، بدأ يطلع من هنا اهو، بيشيل من هنا، بس ده عايز حد يشتغل. بس خلي هو اتنين كفاية عليك. أخبار المستشفيات كله تمام؟ تمام تمام احنا قلنا خلاص كده اهو. ده ايه بقى المركز الترفيهي ده هيعمل لنا ايه؟ علشان نعرف برضو ايه واحنا بنبني الحاجة أهميتها ايه. الترفيه يساعد المستعمرة على شكل بداية من أشكال التخلص من بعض الإحباط والمجهود، خاضعة للرقابة. معرفتش ايه ده بس ماشي هنبنيه برضو. شكلها كده مركز حلبة أو مكان لل، هنبنيه هنا جنب برضو عايز حديد وعايز 15 من الصناديق دي. أعتقد الصناديق دي عندي منها فاب بوكس. لا الفاب بوكس مش عارف، هو عامل لي اخضر ليه خلصت يعني. طيب البيت اتبنى اهو، بس عايز فاضل له ابجريد عشان يبقى خلصنا من 4. ودي الناحية التانية يبقى فاضل اتنين هنا، بس عشان احط الاتنين التانيين دول هنا لازم انقل بقى البيتين دول، ابنيهم في حتة تانية الاول بس اجمع موارد الاول. طيب معانا 1931 ريسيرش بوينت، فدي حاجة كويسة. طيب هنعمل ايه؟ احنا كنا اتفقنا هنعمل على حاجة مهمة جدا اللي هتطلع لنا الجراش. فين الجراش؟ لا ده الهاوس. الجراش كان هنا. فين الجراش هنا؟ طيب بص البوابة ليها ابجريد ب 800، ده حلو برضو، بس عشان اعمله لازم اخلص دي الاول، بعد كده ديت، بعد كده اعمل البوابة. اوكي وكمان السنتر حلو، فدول حلوين اوي الاتنين دول، هما ب 1600 لوحديهم، وده ب 700 وده ب 600، يعني هيسحبوا مننا حلو كتير اوي. طب نعمل ده عشان يفتح لنا ده ويفتح لنا الاتنين الجايين دول. طيب اللي احنا عملناه ده بقى هيعمل لنا ايه برضو؟ عشان احنا نبقى بنعمل ابجريد وفاهمين احنا بنعمل ايه، مش بنعمله خالص. ده توجيه كميات هائلة من الطاقة إلى الأرض بشكل غير ضار، يتطلب حماية كافية، ولكن بمجرد هذه المشكلة بتساعدك بالعادة يعني دي صواعق، عشان أي مشكلة أي حاجة تضرب فيها تضرب في الصواعق، الصواعق هي تحمي الأرض ميحصلش مشكلة. طيب ده بيقول لك
But taking them down is still not an easy task. نرجع كده، احنا البوابة عندنا فيها ايه؟ ما فيهاش حد واقف. لا بفكر، مش بفكر، انا هواجههم. الديفنس عندنا 65%، مش عارف ليه. اعتقد احنا اقوى منهم. والله البوابة عندي بص فيها مشكلة. تمام، انتصرنا عليهم. حلو، بس البوابة اتضرت جامد يعني. بس خدنا 2 شوت جاد و2 هليبس. حلو حلو حلو، يعني هو ده هيصلح البوابة بسرعة. تمام. عندنا ناس بره خلصت، والباب ده قرب يخلص، فاضل له 10. اوكي، هو تقريبا الفايبر اهو اشتغل وصل، يبقى تقريبا التجاره اللي كنت طالبها وصلت. وهنبدا اطلع جواكد اهو. حلو، انا بس محتاج الفيزات دي. وده قرب، ده خلاص، ده فاضل له التيب بس متل ويخلص. حلو جميل، وده فاضل له برضه التيب بيتل ويخلص، وده يخلص، يعني الاتنين دول هيخلصوا دلوقتي. طيب تعالى اطلع بره نشوف ايه القصه بره، في ايه. ده استكشف لي الحته دي كلها. فيزات اهي، تعالى يا باشا، اي حد عنده فيزات من بره اروح اخدها على طول. طيب بيت تاني خلص، كل ده خلص. حلو، مش اي مكان فيه فيزات. اوكي تعالى هنا. اكستكشف لي الحته دي. اوكي، ويستا. حلو، ريسيرش بوينت اهو. بس تعالى خد العربيه دي الاول، ينفع تاخدها؟ عشان كده انا محتاج الجراج، في حاجات كتير عايز تتعمل الصراحه. لا انزل بالعربيه بقى، تعالى هنا كده. ايوه، طب وده؟ طب ده مش اي حاجه هستعملها. طب ارجع للبديل، دي الحاجه الوحيده اللي قال لي عليها اوف كورس. طيب معاك ايه؟ معاك 19 ملابس، اعتقد تكمل شويه. تعالى استكشف لي الحته دي، ودي خلصت اهي. معاك العربيه، استكشف لي الحته دي. تمام، حلو، البوابة بتتصلح اهي. تمام، عايز عامل. المكان ده تلعب بوكس في الاخر، بيلعبوا فيه بوكس وبيعمل لهم زي هابتز سعادة كده. سوري. تمام، ضربتنا ملوثات اهي، ملوثات جوية ضربت المكان. في 2 مصابين، انا عندي كام واحد. تمام ماشي، لازم تتبلد، لازم اجيب فيزات بسرعه. خلاص الاربع بيوت خلصوا اهو، ودي 4 ودي 4 و2، فاضل 2. الحلقه الجايه ان شاء الله انقل الابد المبدئين دول في النص هنا كده، واحط المبدئين قصادهم، يبقى انا كده عندي 12 بيت، كل بيت بيشيل 10. فكده حلو جدا، انجاز جميل جدا. اعتقد ان احنا ايه النهارده ما عملناش حاجات كتير، بس ايه ده يعني روقنا المدينه. وادي البقره اهي، عشان احنا جبنا البقره اللي هي التجاره اللي جبناها. وادي البقره نزلت اهي والدنيا تمام. تعالى بس نهدي اللعبه شويه عشان نفدش الحلقه واحنا فاهمين بنعمل ايه. معانا 1500 اعتقد. خلاص ده خلص، اللي هو الصاعق. هنعمل بقى ده، وبعد كده نعمل الاتنين بتوع ابجريد البوابه والبديله الاساسيه. طيب الرادار ده بيعمل ايه بقى؟ تعالى نقرا كده الرادار ده هيعمل لنا ايه. يمكن للرادار المضبوط لمراقبه الطقس وموجات الارواح من خلال اصدار انذارات مبكره. يعني ده زي كده هيساعدنا ان احنا قبل الحادثه، قبل الكوارث ما تحصل، هيعرفنا قبليها. حلو تمام،
المفروض الصواعق اهي اتحطت اهي هنا، بس دي عايزة 15 فيوزات، مش معايا فيوزات دلوقتي فهخليها. مش عارف بقى يعني مش وقته خالص موضوع الفئران دي. بص التفلة دي يعني مصابة، مش عارف بقى هنقدر نقتل الفيوزات دي ولا الفئران دي ولا لأ. اعتقد هنقدر ان شاء الله. بس بتاكل في المباني بتاعتي. جيت قربت تعمل لها ابجريد، حلو تمام. عندنا ايه تاني؟ تعدينا، تعالى بس انت اقتل لي دول. اه في ناس بره خلصت، دي استكشفت لي المنطقه دي كلها حمار اهو ليله. بص مجرد ان ادخل هنا اعمل لي علامه مسدس، انا لازم اقتل ده عشان ادخل المنطقه دي. انزلي كده انت معاكي حاجه. خليها تيجي فين؟ طيب كل حته استكشفناها خلاص، وده استكشف لنا الحته دي. اجيت حلو، مفيش فويزات هنا. طب استكشف لي الحته دي كمان. تمام برضه مينفعش اخد دول. ماشي استكشف الحته دي، كله كده تمام، خلاص كله تمام. طيب يا جماعه هنقفل حلقتنا النهارده على اللي احنا وصلنا له دلوقتي ده. كانت حلقه ترتيبيه شويه للمدينه، اهو شمال ويمين اهو المدينه ظبطناها شويه. مفيش انجازات كتير عملناها، بس زي ما انتم شايفين كده افتر، بس هي كده يعني لازم في شويه تلاقي نفسك بتنتج وشويه في مشاكل وبتحلها، لكن المنظر الجمالي بدا يبان اكتر، ولسه عايز ازود زرع وازود حاجات حلوه. انا كده جاهز ان انا استقبل عدد اي عدد من الشعب. انا معايا 10 من 10 هنا مليان، هنا في 6 فاضيين، هنا في 5 فاضيين، هنا في 8، هنا مليان، هنا في 8 فاضي، هنا 7 فاضي، وهنا 4 فاضي، وهنا فاضي الواحد، وهنا ده مليان. فانا عندي فايض كبير من البيت. تمام، فان شاء الله الحلقه الجايه نحل حبه مشاكل كده ونظبط نفسينا اكتر ونطور من نفسينا اكتر، ونشوف التطويرتين اللي جايين بتوع الجيت وال اهو التصويرتين اللي هشغلين عليهم اللي جايين دول. هتبقى واحدة بتاعت البوابة وواحدة بتاعت السنتر الرئيسي بتاعنا اللي هو ده، هيتطور تطويره كمان. تمام، وان شاء الله نعرف نجمع فيوزات ونبني السنتر المستشفى الكبير، مركز المستشفى الكبير ده هيفرق معانا كتير عشان اعرف اشيل الصغيرين دول ويظبط معايا الدنيا. اشوفكم على خير الحلقة الجاية، يا رب تكون الحلقة عجبتكم. لو عنده أي مساعدة عايز يساعدني فيها، شافني عملت حاجة غلط أو حاجة ما خدتش بالي منها، يقول لي على طول في الكومنتات ونظبطه مع بعض. مع السلامة.